اليوم اسولف وياكم عن جهاز اكسليس من شركه بي تي ال البريطانيه. هذا الجهاز حاصل على موافقه هيئه الغذاء والدواء الامريكيه في شد وتنحيف مختلف اجزاء الجسم. استخداماته متعدده، اهم استخدامين له هو الشد وعلاج التجاعيد بالاضافه الى تنحيف مختلف اجزاء الجسم. بالنسبه للشد وعلاج التجاعيد، احنا نستخدمه لعلاج التجاعيد في الوجه، خصوصا حول العينين، الجبهه، التجاعيد الموجوده في الوجه، الترهلات، التجاعيد اللي تكون موجودة في ظهر اليدين والقدمين. بالنسبة لاستخداماته في التنحيف والشد، احنا مختلف اجزاء الجسم ممكن نشتغل به، الصدر، البطن، الافخاد، الارداف، مختلف اجزاء الجسم ممكن نستخدم هذا الجهاز لشدها وتنحيفها. هذا الجهاز بديل آمن لعمليات الشفط والتنحيف اللي بيها هواي من الأعراض الجانبية والمضاعفات. عدد الجلسات في هذا الجهاز هو 4 إلى 6 جلسات. بعد الجلسة الأولى نبدأ نشوف النتائج، النتائج تكون واضحة أكثر بعد الجلسة الثانية والثالثة. بعد إكمال الجلسات دائما نحصل النتيجة اللي تكون مرضية ومفرحة للمراجعين. الحقيقة الجهاز ما يحتاج فترة نقاهة، يعني بعد الجلسة مباشرة ممكن تمارسون حياتكم الطبيعية. وياكم الدكتور حيدر العصفور كربلاء، شكرا جزيلا.